يعني من الصبح عم نقول لكم موضوعنا اليوم بايت سمارت باستا وما باستا، ما طلع في باستا، فهلا رندا رح تخبركم اكزاكتلي ليش ما في باستا. ولكن قبل ما نفوت بموضوعنا ونحكي اكثر شو موجود معنا اليوم على الطاوله، بدنا نذكركم بمسابقه باري لايت على صفحه الفيسبوك اليوم الثلاثاء، ومثل كل ثلاثاء عم نعطي الجواب الصحيح للمسابقه، فهلا رح نعطي اسم الرابح، نذكر شو كان السؤال، ورندا رح تعلن السؤال الجديد للاسبوع الجاي. وكمان بتذكر برقم التليفون اذا عندكم اي سؤال لرندا فيكم تتصلوا فينا على 0444444. بونجور رندا. بونجور تينا، كيفك اليوم؟ منيحه. بدنا كمان نقول للمشاهدين انه نحن مش غلطانين، ولا انت غلطانه وقت قلتي باستا، بس رح نشرح لهم مثل ما قلتي اي نوع باستا بعد شوي. نحن اليوم معنا رابحه بمسابقه باري لايت هي سينتيا المير. سينتيا فيك تتصلي على مطابخ باري لايت لتاخذي جايستيك ليومين كاملين من الماكولات اللي انت بتحبيها، بس تصلي من هلا لخلال اسبوعين. شو كان السؤال؟ كان السؤال اي في كالسيوم اكثر، هل هي زبده اللوز او زبده الكاجو؟ والجواب هو زبده اللوز. هلا اليوم لكن كل حدا محمس انه يدوق اكلاتنا في يرجع يبلش يقرا سؤالنا الجديد ليجاوب عليه. فسؤالنا الجديد هو على السموك بوينت، يعني درجه الحراره اللي بدخن فيها الزيت، فاذا اي عنده اعلى سموك بوينت، اما يعني اي واحد بيتحمل اكثر حراره، مزبوط بيتحمل اكثر حراره، هل هو عم نحكي اي زيت، هل هو زيت السمسم اما زيت الافوكادو؟ فاذا اي بيتحمل حراره اكثر، زيت السمسم ام زيت الافوكادو؟ هالمره معلش شوي بدنا نشتغل، يعني هيك نشغل زيت السمسم او زيت الافوكادو، مزبوط، ونتعلم اشياء جديده ومش الاشياء اللي بنعرفها. اكيد مشاهدين عم بيجاوبوا على فيسبوك بيجز ام تي في الايف او دي سي دي سي او باري لايت هيلث سنتر. بتبلشوا اليوم الاسبوع الجاي عندنا خبريه اكيد بتعرفي هالشهر كمان تينا نحن كثير عم يهمنا مريض السكر مثل ما هو بهمنا على طول، ولكن عندنا 14 نوفمبر اليوم العالمي للسكري، وطبعا ما فينا نكون عم نمرق انهاراتنا اما احاديثنا كاخصائيين تغذيه بلا ما نذكر مريض السكري. بالابحاث الجديده كثير عم ينذكر قديش اهميه المغنيسيوم لمريض السكري، وبهيدا البحث اللي عم بحكي عنه تبين انه بين الاشخاص اللي بياخذوا اقل شيء مغنيسيوم، عملوا لهم احصاء، لاكثر شيء مغنيسيوم هو الشخص اللي بياخذ اكثر شيء مغنيسيوم معرض 15% اقل من اللي بياخذ اقل شيء انه يكون معه مرض السكري تايب 2 عم بحكي هون. فاذا هون عم نشوف قديش المغنيسيوم هو مهم لمريض السكري، وحتى كل ما واحد زاد تناول المغنيسيوم بنسبه 50 ملي جرام بيومياته، كل ما تعرضه لانه يصير معه سكري بيقل بنسبه 4%. فاذا هون قديش هالمعدن هو مهم لنا. طبعا المغنيسيوم هو موجود بالحبه الكامله، فمشان هيك هون اهميه انه نحن نتناول الرز الكامل، القمح الكامله، المعكرونه اذا بدنا ناخذها الحبه الكامله، فاذا لانه بتحتوي مغنيسيوم، طبعا المغنيسيوم موجود بالفاصوليا وانواعها، المغنيسيوم موجود بالورق الاخضر، وشوي من المغنيسيوم موجود بالشوكولا المر بالكاكاو. حلو. لكن اليوم عم نحكي عن الكوسة. كوسة، فإذا اليوم نحن تينا بدنا نعمل نودلز بطريقة معينة، وهيدي النودلز رح نعملها بدل ما نستعمل نحن أو الباستا أو النودلز، رح نستعمل الكوسة بدالهم. وهيدي هي منا الباستا، هي منا باستا أبدا، ولكن الكوسة رح نحوله تيصير شكله مثل المعكرونة، مثل المعكرونة، وهيك واحد فيكون عم ياكلها وبالفعل بينطبخ بحيلا طريقة نحن بنطبخ المعكرونة فيها. إذا ما بدنا نستعمل العجين أبدا فينا نكون عم نستعمل الكوسة. هون الأشخاص اللي هن عم ياكلوا أكل جلوتين فري فيهم يستفيدوا منه، هون الأشخاص اللي معهم سكري وبدهم يقللوا من النشويات فيهم يستفيدوا، وطبعا اللي عم يعمل رجيم فيه يستفيد، أكيد. واللي بده ياكل أكل صحي أكيد نايس. الكوسة إذا طلع لي وقت رح خبركم قديش صحية. طيب شو عم نعمل هون تينا؟ خلينا يا ريت فينا نشوف أول شيء الانجريدينت عن قريب الكوسة كيف هو مقصوص رفيع. مزبوط، فهيدا الكوسة نحن عندنا 450 جرام من الكوسة، إذا عم جيب كوسيات كبار بيطلعوا 5 كوسيات كبار مقصقصين رفيع. أنا عملت لهم ستيمينج
وحطيت لهم 10 جرامات من زيت الكانولا، رشة من البهار ورشة من الملح. من بعد ما طبخوا على البخار على البخار وحطيتهم فوقهم وزحتهم على جنب. فهيك انا عملت الزوكيني. فهون الكوسة عم تستعملي كل شيء، يعني الطرف البراني والقلب مزبوط كمان. وخصوصا يعني الطرف البراني مهم، والحبوب اللي بقلبها هن مهمين، فبدي استعملها كلها. هلا نحن عندنا آلة معينة بتقدر تقصقصها وتطلع شكلها شكل باستا، ولكن اللي ما عنده هيدي الآلة فيكون عم يبرشون او فيكون عم يقصون بالسكينة على الايد بطريقة كتير صغيرة مثل ما شفنا. هلا عندنا هون هال 450 جرام زوكيني، عندنا كمان الموتزاريلا، فاذا هون عندنا 100 جرام من جبنة الموتزاريلا. هلا طبعا الكاميرا رح تفرجي الاشياء اللي موجودة. عندنا 150 جرام من الدجاج، كمان الدجاج تينا بهرني بالبهارات اللي نحن المطيبات اللي بنحبها، هيدا شايفين الموتزاريلا والدجاج، وشوية ملح، وكمان كنا عم نسلقه حطيناه على جنب. عندنا كوب من البندورة التشيري توميتو الكرزية مقصقصة بالنص، عندي كمان كوب من، في ناس بحطوا كوب في ناس بحطوا نص كوب، فإذا هون أنا حاطة كوب من الفليفلة الصفراء. عم نغير هون بالألوان. عندي الحبق 15 جرام من الحبق الطازة. أنا مقصقصته هون الأخضر. هلأ هيدي كلها رح أنا أكون عم بعملها بالسلاد، وعندي طبعاً 4 أكواب من السبانخ. حلو. فإذا أنا هون عم بعمل هيدي السلاد. طب هيدي السلاد رح يكون مع طبعاً الصوص تبعولا. أكيد. رح أذكر الصوص شو عاملي. حاطة 30 جرام من زيت الزيتون. أوكي. عندي 30 جرام من الرز، خل الرز. وعندي كمان نص ملعقة صغيرة من الملح، نص ملعقة صغيرة من الأوريغانو، ونص ملعقة صغيرة من البهار. حلو. أوكي. ما بدي أنسى أنه كمان عندي الماسترد، أما الخردل. فهون مثل ما شايفين عندي ملعقة كبيرة من الخردل. رح نشوف كيف رح نحطهم من هولي مع بعض. ورح ناخذ اتصال بهالوقت. ألو. رح حط أنا الزوكيني. بونجور. بونجور. مين معنا؟ إذا بتريدي نوال. نوال تفضلي. إذا بتريدي بدي أسأل مدام رندا سؤال ممكن؟ أهلا وسهلا نوال، تفضلي. إيه ميرسي. إذا بتريدي مدام رندا بدي أسأل عن إذا كان واحد في عنده جيوب صغيرة بالمصران، شو هي الأكل يلي لازم يأكله لحتى يتوقع الإزعاج النفخة وهيك؟ وبالنسبة للألياف، هل تسوى كل الألياف إنه يأخذها أو لا في أشياء معينة، خاصة الخبز يلي هو دايما بيأكله واحد؟ نعم. القمحة الكاملة، القوت إذا كان كمان بيقشره، إذا بتريد تفيديني عن هالموضوع. تكرم عيوني. ميرسي نوال لسؤالك. يلي لازم واحد يأكلها ليضل يعني ببعيد عن الإزعاج. ميرسي. هلأ نحن موضوع كتير 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 كبير نوال، وبكل وضع بالجيوب عندنا رجيم معين. يعني وقتا نحن يصير فيهم التهاب للجيوب بوقتها ما لازم ناكل الألياف، فأكيد بوقتها خبز الشوفان بدي بعد عنه، بأنه ذكرتي القمحة الكاملة بدي بعد عنها، بدي بعد عن جميع الألياف للفترة اللي هو بنقول عنها فلير أما ملتهب. هلا وقتا نحن صحينا ونروق، طبعا عم نحن في علاج مع الطبيب والطبيب عم يتابع، وقتا نروق هون لازم نعلي الالياف. وسؤالك هل هو في الياف بتساعد الياف؟ لا كل الالياف هي منيحه. اليوم عم بدي احكي عن الكوسه، فيها بكتين، مثل ما البكتين موجود نوع الالياف اللي هو موجود بالتفاح واللي هو كثير منيح، بكل نوع من الحبه الكامله القشره فيها الياف معينه وهيدي بتساعد. هلا بوقتها بدي اخذ شويه الياف اللي هن موجود بقلب البقوليات، ولكن بدي دائما انتبه انه انا امزجهم مع النشويات، يعني بعمل رز مع الفاصوليا، مش باكل فاصوليا لحالها، وبدي ابتدي تدريجيا فوتهم. يعني بدي اخذ اول شيء ربع كوب مع الرز، بعدين نص كوب لحس حالي قادره اكل. بعدين بيرجع عنا كل انسان عنده رجيمه المعين اللي بيقدر يتحمل فيه اكثر من الثاني. على السريع نوال قد ما في جاوبتك على سؤالك. رح نكمل هون لكن خلطنا هيدا الكوسة مزبوط اللي هو مثل ما قلنا عاملين له ستيمينج ومتبلينه، حطيت بعدين الفليفلة الصفراء، حطيت البندورة الكرزية معهم، 15 جرام من الحبق. أوكي هاي واحد. رجعنا رقم 2، رح حط الدجاج،
كمان هون عندي 150 جرام من الدجاج. حلو. ما بدي انسى كون عم حط كمان هون الموتزاريلا، جبنه الموتزاريلا. فالموتزاريلا هون ال 100 جرام. فهيدا فينا نقول طبق متكامل كامل رندا. كامل تينا، بالكالسيوم بالبروتين بالموانع التاكسد بكل شيء. هلا هون رح اترك البهارات على جنب مع الدريسنج لنشوف، بعتقد ما رح يطلع لنا وقت نعملها، برجع بذكر من شو هي معموله بعدين. هلا هودي بما انه نحن حطيناهم سوا بنكون عم نخلطهم مع بعضهم، وبعد ما نحن نخلطهم رح نحطهم فوق البيبي سبينتش. فاذا اول شيء خلطتهم ليطلعوا هون، عندي مثل ما قلنا 4 أكواب من السبانخ. فيها كثير انجريدينتس تينا، فمشان هيك فيها انجريدينتس مختلفين ولكن بنفس الوقت لابقين مع بعض 100%. وعم ننوع اكيد بوجود الكوسه. اكزاكتلي. سو حطينا هيدي السبانخ، وبعدين رح نرجع فبنضيف عليهم كل هول اللي نحن اللي عملناهم رح نكون عم نضيفهم عليهم. سو هالخضار الحلو. اكزاكتلي. الخضار زايدين له الابيض بالموتزاريلا، زايدين له الاحمر حلو بالبندوره، والفليفله الصفراء، الدجاج 100%، المسلوق المقطع، الدريسنج. لكن بنرجع بنذكر رح ذكر بالدريسنج، واذا بدك احكي عن خل الرز مع 30 جرام خل الرز مع زيت زيتون، مع 30 جرام من زيت الزيتون وملح وبهار، حطها هون والخردل اكيد، الخردل والملح والبهار والاوريجانو. بس عسل قبل ما نختم، قد ايه كالوريز عندي هون؟ هيدا الصحن مثل ما عم نشوف رح يطعم 3 أشخاص اكيد، فنحن للشخص الواحد تقريبا عندنا 330 وحدة حرارية. عظيم. فإذا شبع منا كاملة ب 330 عندنا 5.20 جرام من الألياف، كمان كتير مهم، عندنا 25 جرام لكل حصة من البروتينات. نعم. وعندنا بس 17 جرام من النشويات، فبنشوف إنه النشويات ما وصلوا للنشا. صح. اللي هو موجود بقد نص كوب من المعكرونة. معكرونة أكيد. ثانك يو رندا، رح ناخذ بريك سريع مشاهدينا ومنكفي من بعده.